إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. معنا كيف ما كتشاهدوا معنا شبكة، هذا الراجل اللي هو كفيف، مشى ليه الضوء ديال عويناتو، ما بقاش كيشوف، عنده واحد الأسرة، عنده عائلة، عنده جوج وليدات، فكيناشد فقط المحسنين أنهم يتعاونوا معاه، فعنده واحد الحالة اللي هي مزرية. بقاو معنا غادي يقول لنا بالضبط المعاناة ديالو. السلام عليكم حاج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. احكي لنا شنو واقع عندك. إخواني أخواتي المسلمين المحسنات والمحسنين، أنا رجل مسن الإخوان، عمري 67 سنة. كنت أخوتي كنت معاق من واحد الرجل اليسرى، وكنت كنخدم وكنت خدام أخوتي على وليداتي وبخير وعلى خير وما كاين حتى مشكل. حتى 2015 الإخوان اتصبت أخو بضعف البصر، ثم فقدت البصر ديالي كليا. الان اخوتي انا ما كنشوف ما والو، ما عندي لا تقاعد، ما عندي لا حتى حاجه اخوتي، لا ما كاين عندي لا صندوق ضمان لا والو. الاخوان ما كاينش اللي يعتقني حتى بدرهم، حتى من شي جهه من الجهات اللي كيتخلصوا منها الناس ولا هذا. انا ما كنشبر حتى ريال الاخوان، وعندي ربعه الوليدات، باقي معايا جوج الخوت كيقراو. الله يرحم لكم الوالدين الا ما تعاونوا معايا على المعاش ديالهم في سبيل الله. الاخوان الله يجازيكم بخير. والاخوان ما عندي شيء، ما عندي انا يا الاخوان حتى حاجه، جميع المتطلبات اللي كتخص في المنزل ما عنديش. الا خصتني شي حاجه الاخوان، بحال مثلا تخصني البوطه، تخصني شي حاجه اخرى، الا شريت البوطه تخصني شي حاجه اخرى، الا شريت مثلا هذيك الحاجه الاخرى اتاي ولا السكر ولا هذا، يخصني الزيت ولا يخصني سميتو. دائما اخواتي معذب في حاله يرتى لها، واحد المعيشه ما كاين من نحكي لكم عليها الاخوان. حتى السكن الخوت ما عنديش، راه السكن ما عنديش اخوتي، ما عنديش حتى الاواني، ما عنديش حتى حاجه، ما عندي اخوتي ما كنكسبها في حياتي. وانا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى الاخوان تعاونوا معايا على المعاش ديال الوليدات. واذا كاين شي بعض المحسنين الاخوان الله يجازيكم بخير، الله يسهل عليكم الخوت، راه تعاونوا معايا على السكن. من بنى لله مسجدا، من بنى لله مسكنا لانسان يكون فقير، راه غادي يبني ليه الله باب بيت من بيوت الجنه ان شاء الله غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يسهل عليكم الاخوان. كتعرفوا راه لا اخوتي لا مشي حتى السكن، سكنت وولادي وولاد ولادي وولاد ولاد ولادي بقاو يترحموا على هذا السيد اللي غادي يسكنني، اللي حيدني من الشمس ومن الشتاء. الله يرحم لكم الوالدين انا وولادي، ويدخلني البيت امن، وبيت نقدر نترجى فيه الله سبحانه وتعالى، ونعيش فيه بكرامه انا ووليداتي. الله يرحم لكم الوالدين. وخاصه إلا انتقلت من هذه المدينة الإخوان، أنا باغي ننتقل من هذه المدينة لأن الزوجة ديالي باغا تخدم وبنتي باغا تخدم، ونلقى شي محل اللي غادي نعيش فيه بكرامة. وكاين حيت في الدار البيضاء الإخوان كاينين الوزينات والمحلات التجارية، وهذاك سميتو كاين ولادي فين يخدموا، وما نبقاش أخوتي عايش عيشة بحال هذه العيشة اللي أنا عايش دابا. غادي نرتاح وغادي نعيش نرتاح في داري، وما نبقى لا نخرج لا والو ولا هذا ولا سميتو. انا الاخوان ما كان دابا منين كتجيب القوت ديالك؟ انا القوت ديالي كنجيبو غير من المساجد. انا الاخوان ما كانت ساره، ما كندور لا عند الناس في المحلات التجاريه ولا في المقاهي ولا في اي حاجه من بحال هذوك الناس اللي كيدوروا الخوت وكيمدوا يديهم لعباد الله. انا ما كندورش الاخوان، انا كنمشي للمسجد وكنقدم الصلاه ديالي، كان هي الاولى حتى كنصلي الخوت. عاد كنتسنى شي ناس اللي كيعرفوني، الا جاب الله تعاونوا معايا هو هذاك، ما جابش الله تعاونوا معايا كنادي الصلاه ديالي والواجب ديالي الديني، وكنمشي في حالتي المحاليه الاخوان. الله يجازيكم بخير، تعاونوا معايا في سبيل الله، الله يسهل عليكم الخوت، الله يجازيكم بخير. راه صدقه ورحمه على الوالدين ومقبوله عند الله، الله يجازيكم بخير. دابا انت اللي بغا ديالك الوليدات ديالك، دابا حنا عارفين ان العيد على الابواب وداك الشيء، تعاونوا معايا اخوتي على الوليدات ديالي، وتعاونوا معايا في العيد الكبير، الله يجازيكم بخير، الله يسهل عليكم الاخوان، الله يجازيكم بخير. ونختم لكم اخوتي بهذا القول ديالي الاخوان بآية قرآنية راك غادي تسمعوها. بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. سمعوا الاخوان الله اش قال، قال لك الآخرة راه احسن من الاولى، دابا راه احسن لك من دابا. وباش غادي تكسب اخويا الاخيره هو بحالي انا الاخوان تعاونوا معايا. راه الا تعاونتي معايا اخويا ولا اختي المحسنه
ودخلتيني البيت وعشت بكرامتي الإخوان، راه حتى غادي يدخلك الله البيت من بيوت الجنة إن شاء الله غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم. الله يسهل عليكم الإخوان، الله يجازيكم بخير. فاش كتفطر دابا انت الفطور ديالك؟ انا الفطور ديالي كانت ديك الايام الاولى ديال رمضان الاخوان، الله يكون نقول لكم الاخوان، كنت كنفطر بالماء والخبز. ولكن الان راه كانوا شي محسنين الاخوان اللي جاوا وجابوا لي سميتو وعرفوني ما عديش وجابوا لي شي بركه، ما نكذب شيء على الله سبحانه وتعالى. جابوا لي السكر، جابوا لي الزيت، جابوا لي يعني شي مواد اللي هي اوليه ديال القوت. رانا في هذه اللحظه هذه رانا بخير وعلى خير، عايش بعدا مزيان، بعدا شويه احسن من الاول في رمضان. ثلاث ايام الاولى في رمضان الاخوان كنت محن، ولكن دابا نحمد الله ونشكره مع المحسنين ومع المحسنات، الله يجازيكم بخير وتعاونوا معايا في سبيل الله الخوت، الله يسهل عليكم. وانا الرقم ديالي الخوت، الرقم الهاتفي ديالي، انا غادي نبدا الاخوان رقم برقم من اليسار الى اليمين. عندي 0 6 0 4 0 2 7 5 0 2. الله يرحم لكم الوالدين. نعاود 0 6 0 4 0 2 75 0 2. الله يرحم لكم الوالدين، هذا هو الرقم ديالي. قول لنا، انا نسولك قبل. نعم اسيدي. انت كيفاش تمشي لك الشوف ديالك؟ شنو النوع المرض اللي عندك؟ انا النوع ديال المرض اللي عندي ضغط العينين، هو اللي كيتسمى طونسيو ديال العينين، وكيتسمى باللغه الفرنسيه اللي كيسميوه الاطباء ديال العيون كيسميوه لو غلوكوما. الله يرحم لكم الوالدين، هذا هو، الله يحفظكم. من ما كيتعالش هذا المرض هذا، ومشيت اعداد كبير من الاطباء اللي زرت، وما خليت 20 غشت، ما خليت اطباء في الرباط، ما خليت اطباء المحمديه الدار البيضاء، ما خليت اي طبيب قالوا لي سير كنمشي عنده. ولكن الغالب الله اخوتي ما جابش الله. اخر المطاف تليت عند واحد الدكتوره، كانت مسكينه في الاخر كانت ولات كتشري لي الدواء وكتدوز لي فابور وكتعطيني، كتعاونني هي، كتساعدني، كتعطيني، كتقول لي هاك باش تصرف على وليداتك، كتعطيني خطره 200 درهم، خطره 300 درهم، كل خطره فين ما نمشي عندها كتروف عليا بشي بركه، الله يجازيها بخير. ولكني في الاخر غلبها الامر وغلب جميع الاطباء علي انا، والله سبحانه وتعالى هو اللي هو الغالب، هو الكبير، سبحانه وما اعطى وما اخذ. وانا اخوان قالت لي هذيك الطبيبه، قالت لي ودي شوف امالك في الله سبحانه وتعالى، راه ما بقيتيش تشوف نهائيا، ما عندكش الدواء نهائيا. وانا نحمد الله ونشكره، وكنتسنى المؤمنين والمحسنين يعاونوني في سبيل الله. الله يرحم لكم الوالدين، هذا هو اللي كنترجى منكم الاخوان، وخاصه انا السكن هو فين محن به الاخوان، السكن ما عنديش. الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين. إذا متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.